يوم استشهاد شكر بالعيد شباب احياء الشعبيه في قسيمة المدني خرج بكل تلقائيه. شباب نعرفوه احنا شبيبه كانت في الفضاء العام مع الديمقراطيين تتحرك قبل، لكن شبيبه هذه نهار استشهاد بطريقه تلقائيه خرجت كاحتجاج يعني على اغتيال الشهيد شكر بالعيد. هبطت بالاول كان تحرك سلمي، وبعدها في قرب المركز صارت مواجهات بينهم وبين الامن، وبعدها صارت ملاحقات بالنسبه للشبيبه هذه في الاحياء وفي اللحوم، وتمت عدد الايقافات، وكذلك تم احراق المركز في ظروف يعني غامضه. النيابه العموميه استئناف هذا الحكم والحكم اللي قبلناه وكان خطا من احنا، لان احنا ما قمناش باستئناف الحكم، فبالتالي اعتقدنا انه الحكم هذا فما شبيبه عدات قضات فتره، والحكم الابتدائي حكم بنفس الفتره المقضات، وكذلك بعدم سماع دعوه للبقيه. اليوم النيابه العموميه تستئنف في هذا التوقيت بالذات في هذا الظرف بالذات يطرح تساؤلات. توقفت في اول معناتها او من اول جمعه من بعد 3 أيام من حرق المركز، درنا تبعد 500 متر على المركز. ما تقاعد يعني والعائلة كل كي قاعدين يتفرجوا من البيت. كي تعدد الدورية فيها مهدي ضيع معناتها العون على غادي، كان عندي معاه مشكلة من قبل، فهمتها من قبل خاطر اني كنت نخدم مكان سين واحد، معناتها عندي مشكلة معاه هازي قاعد معناتها في مشكلة لازم يجبدني برا، فهمتش. تعدى نهارتها هو من الحومة معناتها من بعد في المركز من غادي يثبت في شكون واقف وشكون واحد، راني واقف انا وبابا وخي، فهمتش. والله 3 أيام سمعت بروحي لاني معاهم برك، هبطوا لي للدار 4 متاع الصباح. التمشي اللي مشات فيه محكمة البداية كنا مقتنعين به وحقيقة شجعناه، واليوم كذلك مجددا شكرنا المحكمة البدائية، مش فقط لأنها صدرت عليها أحكام نعتقد بأنها معقولة ورحيمة بمنوبين الكل، ولكن لأنه فما عديد الإرهاصات والإشارات في حكمها اللي تخلينا مرتاحين. أولا ذكرت بالوقاية أو بالإطار العام نتاع الوقاية اللي هي اغتيال الشهيد الرمز شكري بالعيد، واعتبرت أن الاحتجاج طالما لم يبارح قوس السلمية نتاعو فإنه مضمون دستوريا وأنه مستحسن كذلك. السبب الثاني اللي خلاتنا كذلك ما نستنفوش واللي اليوم عودنا ركزنا عليه هي أن المحكمة، وهذه تقريبا دعني أقول من النوادر في الأحكام الجزائية وخاصة في المادة الجنائية، تصديت كما يلزم للباحث البداية، للعربدة نتاع الباحث البداية، للفوضى اللي يعمل فيها باحث البداية، ولإصرار باحث البداية على مخالفة القوانين. اليوم المحكمة تفطنت وقالت له راهو أنت إنسان مكلف بالبحث عن جرائم وليس لك الحق في ارتكاب جرائم. تفطنا إلى أنه باحث البداية عن طريق عديد الأخطاء اللي ارتكبها، عن طريق يعني تلفيق عديد التهم، ارتكب جريمة تدليس محضر بحث جزائي، وهذه يعاقب عليها القانون. السلطة تقدر أو تخمم أنه بقانون حالة الطوارئ ولا بالعودة القوية للأمن أني باش توضع حد للاحتجاج الاجتماعي، السلطة أعتقد أنها تقوم بأكبر خطأ بن علي والأجهزة الأمنية نتاعه. ذكرنا الحوض المنجمي اللي ظلت حاصل لمدة 6 أشهر، عديد التحركات الاحتجاجية والاجتماعية، فقط أنه السلطة هذه تكون غالطة ومستوعبتش الدرس اللي وقع قبل 14 جانفي. نعتقد أنه الحل الوحيد هو بالحوار مع الشبيبة هذه بطرح القضايا الحقيقية نتاع الشبيبة هذه، و أما الحل الأمني معونه ما يجيب نتائج، بالعكس يجب تستفيد منه أطراف أخرى ويجب تستفيد منه، لأنه كي تدفع الشبيبة لليأس والتهميش والإقصاء وكذا تجب تستفيد منه إلى أطراف أخرى تجب تكون إرهابية أو سلفية أو إلى آخره.